السؤال بعته واحدة بتقول انا بنتك من الصعيد عمري 25 سنة وغير متعلمة ومتزوجة منذ 9 سنوات من شخص عمره 39 سنة وحاصل على دبلوم، وكانت فترة الخطوبة 15 يوم وبعد ذلك تزوجنا وكانت فترة الزواج 4 شهور وبعدها سافر إلى الأردن لمدة 1.5 سنة ثم رجع واكتشف إن زواجنا كان غلط. غلطة ليه؟ مش فاهم. وكان يعاملني معاملة قاسية، وعندما سألته عن هذه المعاملة القاسية رد وقال إنه لم يحبني وإنه تزوجني تحت تأثير السحر. السحر سحر المرأة ولا سحر العدو؟ وكانت ثمرة زواجنا على هذا الحال، وكانت فترة زواجنا على هذا الحال، وانا تعبت وعايز استقر، ولكن هو الان تركني في بيت ابي منذ 3 سنوات وقال لي انه مش عاوزني، وانا لم افهم سبب هذه المعاملة. هل هذا مرض نفسي او ضعف جنسي ام هي علاقة اخرى؟ وأرجو الرد في هذه المحاضرة لأن كل أسبوع أحضر الاجتماع. أنا محتاج إن أنا أتصل بالأسقف بتاع بلدكم وبالأسيس بتاع كنيستكم وأخذ تفاصيل الموضوع ده. فأنتظر لما أرجع من السفر إن شاء الله. لكن الراجل ده لو كانت الحكاية زي ما انت بتقولي يبقى احنا مش هنسمح ليه بانه يتجوز واحدة تانية، فنلاقي ما فيش فايدة جايز يرجع ليك، او نشوف حد من الاباء كان يقعد معاه ويتفهم معاه يعني يشوف الموضوع ايه.